We extend our thanks and gratitude to the organizing committee for the 9th Qatar National Arabian Horse Show for individual owners, Mr. Badr bin Mohammed al-Darwish, CEO, Mr. Ali Youssef al-Rumayhi, show director, Mr. Hassan Abdullah al-Manna'i, head of Arabian Horse Show Department in Qatar Racing Club. We also thank Al-Kas Sports Channel for covering our equestrian events specifically. Thank you.
المميزات اللواتي نشاهدهن في أرض الميدان. هدوء، جمال، أصالة وحضور لتلك المهرات التي سوف نشاهدها بعد لحظات، تختال بجمالها، بأصالتها، بقوتها وبتاريخها، تلك المهرة العربية الأصيلة. هذه المجموعة من المهرات التي نشاهد أعزائي جميلة كباقي المهرات. رب العالمين سبحانه وتعالى كرمها وجعلها خير لنا بنص حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعلنا وجعلها تدخل السعادة في قلوبنا أينما ذهبنا وأينما كنا، ونحن نجلس هذه الساعات الطويلة في هذه الظروف الصعبة، لكن لا يثنينا عن حبنا للأصالة العربية، لخيولنا المميزة، لأصلنا وتاريخنا، لخيرنا وبركتنا، للجواد العربي الأصيل. نحن نقف ونهتم ونشجع دوما ودائما، لنستقبل وإياكم ونشجع وإياكم طول الجميلات التي سوف تختال بجمالها في أرض الميدان في هذه الأثناء. هذه أولى المهرات، بطاعة، بوفاء، بذكاء، بشجاعة، بجمال، بأصالة، تمشي أمامكم وأمام لجنة التحكيم، ونحن بعشق، بحب، باهتمام نتابع ونشجع الجميع. نعم، إذا الخيل نادتني طربت لصوتها، هي الخيل حتى في المنام عشقتها، إذا كان غيري للملذات أعشق أحن إليها، كلما هبت الصبا أعلق أمالي عليها فتشرق، هي الخيل. نعم، هي الخيل التي نعشق ونهتم ونتابع وأيضا نربي وننتج ونحافظ. هذه المفردات جميعها لدينا نحن العرب، فكل التحية والتقدير لكم أنتم المربون في دولة قطر الذين تحافظون على هذه السلالات العربية الأصيلة. المربي القطري العربي الأصيل له منا كل التحية والتقدير لهذا الاهتمام الرائع والمميز الذي من شأنه بأن يرفع من شأن الخيول العربية الأصيلة في كل مكان وزمان. في هذه الأثناء شاهد تلك الجميلة تغادر، ونحن ننظر إلى مدخل الميدان لنتابع جميلة أصيلة أخرى في أرض الميدان.
خلصت نتيجة المهرة رقم 59 رحمة الشقب للمالك مربط الدانة الفصيلة 18.5-19 مرتين 18.5-19 الرأس والعنق 18.5-19 مرتين 18.5 الجسم والانسياب العلوي 17.5-18 أربع مرات القوائم 15.5-3 مرات 15.5-15.5 الحركة 18.5-18.5 مرتين 18 مرتين إجمالي النقاط من 100 لرحمة الشقب للمالك مربط الدانة هي 89.1 نقاط. Score for filly number 59 رحمة الشقب owned by الدانة stud is as follows. Type 18.5-19 twice 18.5-19 head and neck 18.5-19 twice 18.5-19 body and top line 17.5-18 4 times legs 15.5-3 times 15-15.5 movement 18.5 twice 18 twice total score out of 100 for Rahma Shaqab owned by Eldana Stud is 89.10. point 5 19 19 18.5 and 18.5 by the top line just from Hatta Tahir 17.5 18 18 18 and 18 leg 15.5 16 16 15 and 15.5 movement al haraka 18.5 unanimous 18.5 18.5 جميع الحكام total score 89.40 89.40 89.40 مجموع علامات غزامة العب 89.40 هذه المهرة وننتظر المهرة التالية في هذا الميدان. Next, ready to go. شاهد مسؤول الميدان
إذن sorry to disqualify this video because it was lame. للأسف أكيد وللأسف استبعاد هذه المهرة لأنها كانت تعاني من العرج. قرار طبعا جميع الحكام. إن شاء الله البطولة القادمة نكون جاهزين نستقبل بعد لحظات المهرة التالية. والآن مع نقل النتيجات المهرة رقم 63 بعد لحظات. للنتيجات المهرة رقم 63 هامة شقب للمالك الميهولة الفصيلة 19 خمس مرات الرأس والعنق 18.5 19.5 18.5 مارتين الجسم والانسياب العلوي 18 خمس مرات القوائم 15.16 15.5 16.5 الحركة 19 مارتين 18.5 مارتين 18 إجمالي النقاط من 100 لهامة الشقب للمالك الميهولة هي 90.10 نقاط. تم استبعاد المهرة رقم 67 لسبب العرج. Results for filly number 63 هامة الشقب owned by الميهولة is as follows: type 19 unanimously, head and neck 18.5 19 18.5 19 twice, body and top line 18 unanimously, legs 15 16 15.5 16 15.5, movement 19 twice 18.5 twice 18, total score out of 100 for filly number 63 Hamma Shaqab owned by El Mayhula is 90.10. Unfortunately, filly number 67, Joanna Al-Bayraq, owned by Al-Ajlan Stud, has been excused for lameness, which prevents full range of motion to be judged. المهرة التالية ننتظرها الآن في أرض الميدان. Thank you.
I have a score of 80 number 66. دانا العب، دانا العب هي ملك مربط العب. تايب الهوية العربية لدانا العب 19 18.5 18.5 19 18.5. هيد النك الرأس والرقبة 19 18.5 18.5 19.5. بدن تفلان جسم خط الظهر يونانيمس 18 جميع الحكام ليكس قوائم يونانيمس 15.5 15 نصف جميع الحكام موفمنت الحركة 19 18.5 18 18.5 and 18.5 total score 89.40 89.40 89.40 89.40 مجموع علامات دانا العب. ننتظر المهرة التالية. Next, Billy to go. البيراق للمالك خالد القحطاني هي كالتالي: الفصيلة 19.5 19 مرتين 18.5 19، الرأس والعنق 19 19.5 19 18.5 19، الجسم والانسياب العلوي 18.5 18 3 مرات 18.5، القوائم 16 15.5 مرتين 15 15.5، الحركة 19 18.5 مرتين 18 18.5، ومجموع نتيجة رفال البيراق للمالك خالد القحطاني هي 90.20 نقطة، وتتصدر هذه الجولة حتى الآن. Leading results for filly number 64 رفال البيراق owned by خالد القحطاني is as follows: type 19.5 19 twice 18.5 19, head and neck 19 19.5 19 18.5 19, body and top line 18.5 18 3 times 18.5, legs 16 15.5 twice 15 15.5, movement 19 18.5 twice 18 18.5, total score out of 100 for رفال البيراق owned by خالد القحطاني is 90.20, and she takes the lead for the class so far. Next filly to go. المهرة التالية لأرض الميدان.
لدي الآن نتائج المهر رقم 68 نوار الشحانية، وهي ملك مربط سمسمة. سكور في نمبر 68 نوار الشحانية. هور تايم الهوية العربية 18.5 19 18.5 19 and 19. هيدا الرأس والرقبة 19.5 18.5 and 19.5. بعدين توب لاين خط الظاهر 18 unanimous 18 18 جميع حكام. ليكس قوائم 15 15.5 15.5 15 and 15.5. موفمنت الحركة 18.5 18.5 18 18.5. توتال سكور 89.60 89.60. إذا 89.60 جمعتها المهرة رقم 68 نوارة الشحانية. هذه المهرة رقم 70 أعزائي الحضور تنهي استعراضها. ننتظر المهرة التالية في هذه الأثناء. Next, ready to go. نتيجة المرة رقم 69 شدن FT للمالك مزرعة الفطيس الفصيلة 18.5 19 3 مرات 19.5. الرأس والعنق 19 4 مرات 19.5. الجسم والانسياب العلوي 18 17.5 18 18 18. القوائم 15 16 15.5 ثلاث مرات. الحركة 18 19 18.5 ثلاث مرات. إجمالي النقاط من 100 لشدن FT للمالك مزرعة الفطيس هي 90.10 النقاط، وتحتل بها المركز الثالث حتى الآن. Results for Shedden FT owned by Alufteis Farm is as follows. Type 18.5 19 3 times 19.5 head and neck 19 4 times 19.5 body and top line 18 17.5 18 18.5 18. Legs 15 16 15.5 3 times. Movement 18 19 18.5 3 times. Total score for Shedden FT owned by Alufteis Farm is 90.10 out of 100. Thank you.
19 هذا النك على رقبة. Unanimous 19 سبعه جميع الحكام بدل تبلان تسموها الطاهر. Unanimous 18 18 جميع الحكام. Legs قوائم 15 and 4 times 15.5 movement الحركة 18.5 19 19 19 and 18.5 got a score of 90.2 90.20. إذا 90 هي المصدرة الآن 90.20 ل 90.20 تصدرت في الحركة لغاية هي المصدرة رقم 70 تصدرت هذه المهرة رقم 70 ب 90.20 نفس علامات طبعا المهرة رقم 64 90.20 لكن تعادلت أيضا تعادلتا بالهوية العربية وعدنا حسب القواعد إلى الحركة فتصدرت هذه المهرة رقم 70 شارك بالحركة تصدرت هذه في لغاية الآن طبعا هنا مهرات لم تدخل بعد Ready to go? نتيجة مهرة رقم 71 راما الوأب لمربط الأصايل هي كالتالي الفصيلة 18.5 خمس مرات الرأس والعنق 18.5 19 مرتين 18.5 مرتين الجسم والانسياب العلوي 18 ثلاث مرات 17.5 18 القوائم 15.5 خمس مرات الحركة 19 18.5 مرتين 19 مرتين إجمالي النقاط ل المهر رقم 71 راما الوعب لمربط الأصايل هي 89.40 النقطة من أصل 100. Results for filly number 71 راما الوعب owned by الأصايل stud is as follows. Type 18.5 unanimously head and neck 18.5 19 twice 18.5 twice body and top line 18 three times 17.5 18 legs unanimous 15.5 movement 19 18.5 twice 19 twice total score for Ram Al Waab owned by Al Asayil stud is 89.40 out of 100. إذن كانت هذه آخر المهرات المشاركة في هذه الفئة شكراً السادة والسيدات حكام الرائعين لكم من كل التحية والتقدير شكراً مسؤول ميدان رينج ماستر thank you مستر روبرتو and thank you دي سي مستر فرهانج وننتظر النتائج التالية This program is offered by
that was the last filly for class 2B. Fillies of 2 years old awaiting the final scores were the rest of the fillies before announcing the top five to be followed by the award ceremony. We profusely thank our judges and ringmaster for their service and taking one for the team. Thank you very much. كانت هذه المهرة آخر المهرات المتنافسات في هذا الشو. نيان با بانتظار ما تبقى من النتائج لتعلن وبعد ذلك نعلن أول خمس مراكز تتبع بمراسم التتويج. إذن أعزائي وصلت الآن نتائج المهرة رقم 73 روز كي أس. هذه الجميلة هي ملك مربط الريح والخيل هي بنات الريح. سكور فيلي نمبر 73 فور تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.
and 13.5. Leg, Hawaiian. 15.5, 15.5, 15.5, 14.5, and 16. Finally, movement. إلى الحركة. 19.5, 19, 19.5, 20, and 19. ما شاء الله. Total score, the higher score so far. 91.60, 91.60. هذه الوردة روز تتصدر لغاية الآن بهذا الرصيد من العلامات. 91.60. روز اي اي اس تتصدر بهذا الرقم الرائع 91.60 من العلامات. انتظر آخر النتائج، انتظر آخر النتائج أعزائي، وبعدها نعلن صاحبات المراكز الخمس الأولى. روز جاءت من بعيد لتتصدر هذه الفئة بهذا الرصيد الرائع من العلامات، وننتظر آخر، ننتظر المهر رقم 74 قبل أن نعلن الترتيب النهائي لهذه الفئة الجميلة، فئة المهرات بعمر سنتين. لحظات ونعلن آخر النتائج، كونوا معنا. إن نصل الآن آخر النتائج للمهر رقم 74 لامار أف إي. لامار أف إي يملك مزرعة الفتايس. سكور فيلي نمبر 74 وتايب هوية العربية 19 18.5 19 19.5 and 19.5. هيد النك رأس والرقبة 19 19 19 20 19.5. بعد أن توب لاين جسم خط الظهر 18 17.5 18 18 and 18. ليج هوائم 15.5 15.5 15.5 15 and 15.5. موفمنت الحركة 18.5 4 times 1 time 18. توتال سكور 90.10 90.10. إذا 90.10 مجموع علامات لامار أبتي. بذلك صاحبات المراكز الخمس الأولى، ونبدأ بصاحبة المركز الأول فيرست بليس فيلي نمبر 73 روز كي اي اس. ألف مبروك لمربط الريح للخيول العربية الأصيلة، المركز الأول. سكند بليس المركز الثاني فيلي نمبر 70 المهرة رقم 70 وهي الجميلة أيضا تارا كي ال. ألف مبروك لمربط كحيل.
ثيرد بليس. المركز الثالث فيلي نمبر 64، المهرة رقم 64 هي صاحبة المركز الثالث وهي ريفال البيرق. المبروك سيد خالد القحطاني. فورث بليس المركز الرابع فيلي نمبر 74، المهرة رقم 74 لامار أبدي. ونبارك لمزرعة ألف طايس. أند فيفتي بليس المركز الخامس في نمبر 63، المهرة رقم 63 وهي هم الشقب. نبارك للميهولة من قطر. إذن ألف مبروك لصاحبات المراكز الخمس الأولى من المهرات وأصحاب المراكز الخمس الأولى من مالكية ومربين. ألف مبروك. سادتي نستقبل على أرض الميدان ومنصة التتويج المهرات الفائزات في أول خمس مراكز. نرحب بملاك هذه المهرات الجميلات. المنائي المدير التجاري في الشقب عضو مؤسسة قطر. في المركز الأول المهرة روز كاس للمالك مربط الريح. ألف مبروك. كي ال للمالك كيل مربط الكحيل. ريفال البيرق للمالك خالد القحطاني. ألف مبروك.